وقت براتشي تدعس على المي رح تتكهرب، رح يصير اللي بتستاهله. بتمنى أنا تفقد ذاكرتها، ومو بس رح تنسى مايا، رح تنسى رامبير كمان معها، وهيك بكون ضربت عصفورين بحجر واحد. رح نتسلى كتير. وينها هالبنت؟ سريعة كتير، اختفت بسرعة. وين لازم دور عليها؟ وين راحت؟ عفوا استنى استنى، شفت لي بنت طويلة شوي، لابسة فستان أبيض وحاطة شال أبيض، ومبين عليها شاي في حالة. لا ما شفتها؟ وين راحت لكان؟ شو وين بدي اتخبى هلا؟ شو هالحركات التافهه هاي؟ مثل طنجره الضغط وقت تتنفس. اسفه كنت عم بمزح. انتي بتشبهي المعلمه كتير، بتقولوا نفس النكت، عندكم نفس نوع الهضامه كمان، وحتى كمان نفس نوع الاستهزاء. انتوا لازم تتنافسوا مع بعض لنشوف مين رح يربح. جيبه خلينا نتنافس، ما حدا رح يقدر علي بهيك شغلات. متاكده؟ بس هو شاطر كتير عم قلي، لكن هذا هو التحدي. رجعت اعتبرت المزح جد مره تانية. انتوا شفتوا لي شاهانه هون؟ شو ليش شوفي بدي اياها. ايه شفتها ليكا، هي هي شاهانة؟ ايه شاهانة؟ وينها؟ شوفي لك اطلعي، من شو عم تتخبي؟ شوفي خالتي ساعديني بسرعة، بدها كم مي علي. شوفي شو صاير لك، شو عم يصير؟ طالما هي اللي بلشت وانا رح انتقم منها. فرجي. لا 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 استني علي شوي، لك استني شاهانة، لك شو عم يصير معكم؟ فرجوني. لحظة شو بكن؟ اهدى بتمنى انه ما يكون التيار قوي، يعني اذا بيكون التيار قوي وبتتكهرب هي ممكن تموت. لا 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 ما رح تموت، تيار بهيك اماكن ما رح بيكون عالي، وانا هيك عم اعمل الصح.